السلام عليكم اخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. دائما اخوان كنشكركم على الدعم ديالكم على المشاهده الاخوان اللي كديروا. دابا الحمد لله حنا راه كنا اخوت الاخوان، اللهم بارك تبارك الله. شارك معكم واحد الخير الاخوان، اللهم بارك. اول حاجه الاخوان كنتمنى الاخوان تعاونوا معنا بشي لايك الفيديو والمشاركه مع الاخوان ديالكم وشي كومونتير يكون زوين الاخوان، اللهم بارك تبارك الله. الناس الحمد لله كلهم الحمد لله في الكومونتيرات كاين كيشكرونا في الكومونتيرات، اللهم بارك تبارك الله. شارك معكم واحد الخير الاخوان، البارح ربعت 100 الاخوان ديال 100 يترو، راني ما دوزتهاش حيت كنت غير بالسوق الاخوان، وتبارك الله وكاين واحد 10 دابا غارسلها الاخوان، اللهم بارك. عبد الرحيم تعال اخويا واحد دقيقه، هو السيد قال لي بغيت من هذا تفرج الفيديو، قال بغيت من 84. ها هي اخويا محمد، ها هي من 84 السلعه اللي بغيتي، اللهم بارك تبارك الله. خويا منير، عفوا خويا منير، ها السلعه اللي قلتي من 84 ان شاء الله ب 84، اللهم بارك تبارك الله. ها هي تبارك الله الزيت الاخوان كي دايره، اللهم بارك. سلعه خاتره وسلعه كاليتي وسلعه اللي دايزه الكلام الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. سلعه اللي تاكل فيها العام كامل وتاكل فيها نفس المذاق نفس الجوده الاخوان، واللون ديالها كيبقى هو هو، اللهم بارك على طول العام، اللهم بارك. غير هي كتبغي غير شويه تكون الظلمه والبروده، هادو جوج حوايج باش تبقى الزيت مليحه. شي حاجه اخرى الاخوان كما كانت الزيت تبدل، اللهم بارك تبارك الله. خصوصا الاخوان اللهم بارك، سير على بركة الله أخو عبد الرحيم عمر السيد الله يسهل عليه تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. هانتوما الزيت كما كتشوفوا فيها، هو الإخوان عيط لي وقلدني قال لي أخويا بغيت بحال ديك الزيت اللي 84، قلت لي مرحبا أخويا على الراس والعين، اللهم بارك. هانتوما الزيت الإخوان تبارك الله خاطر، اللهم بارك. وأي واحد الإخوان اللي بغاها مرحبا به، حنا تقريبا كيبقى علينا ورا بينا وبينه وبين الله، الحمد لله، اللهم بارك تبارك الله. سلعة كثيرة الاخوان، سلعة ذهبية تبارك الله، الزيت مليحة، اللهم بارك. ها انتم تبارك الله، سلعة خاطرة. وكاين حال الخير الاخوان غنشاركوا معكم، اللي بغى شي حاجة مرحبا، عندنا حنا السلعة بحال بحال، كلشي بحال بحال، سلعة نقية وسلعة مليحة. وبالنسبة للزيت راه جودة كاليتي ديال قلعة السراغنة، وثمن البيع راه هو الاخوان هو 90 درهم، هذه حاجة وحدة تبارك الله 90 درهم، اللهم بارك. سلعة مليحة، سلعة نقية. هذا اخو عبد الرحيم، الله اكبر. تبارك الله، سلعة مليحة الاخوان. هاي أم السيد اللي بغا من 84، حنا قلدني ولا بدا تقريبا ب 84 قلنا له الشيء اللي بغاه مرحبا تبارك الله، اللهم بارك. سلعه كامله وحده، وين عبد الرحيم كامله؟ حط نحطها هنا في طاطيها كامل تبارك الله. سلعه وحده الاخوان، اللهم بارك. كما كتشوف هو حب نفسه حبت هذيك النمره 84، عطيناها من 84 غير لافق. هذا هو من اللي زينا منه 100 ياك، هو 100 يدرو الاخوان تبارك الله. كان باغي 300 اخوان، قال لك بغيت 100 ترجع للميسي. لحد غدا ان شاء الله. ان شاء الله غدا حنا غنشوف. حنا غنديروا معاه فيديو اخوان ان شاء الله. ان شاء الله. وكان مزروب وكان معاه شي ناس اهل ديالو، قال لي راني مزروب. تبارك الله، اللهم بارك. انا ما كنتش ديك الساعه، انا كنت الاخوان غايب في السوق. هاد السلعه الاخوان الاخرى تبارك الله. هاد السلعه تبارك الله، اللهم بارك. هذا 11 شهر 11 اللي كتكون زيت مليحه وزيت كاليتي، اللهم بارك. هاد السلعه الاخرى الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. ولو هذاك اللي نطيحوا نقيسوا تبارك الله، اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا، راه الزيت مليحه تبارك الله. سير عبد العمر عبد الحميد تبارك الله. غلق هذوك على حساب البرد سير تبارك الله. ها انتم الزيت الاخوان، اي واحد مرعوب في الزيت، واللي بغى شي حاجه راه مرحبا، اللي بغى خمسه اللي بغى 10 ما عندناش المشكل، رسلوا لي حتى لعندو كاينش المشكل، كرامت المشكل لا، والسلعة خاطرة الإخوان. ها الزيت كي داير، اللهم بارك تبارك الله. شوف الإخوان السلعة ملي كتعمر شوف الخصيرية تبارك الله ديال الزيت. ها حسيب الزيت خاطرة والمذاق تبارك الله، اللهم بارك. سلعة اللي تعجب لأي واحد تبارك الله. وهاد السلعة الإخوان والتقليل اللي يبقى عليا إلا خايب منها أنايا بحال 300، هو 300 ولا 300، عبد الرحيم طاح 300 منها وأنا طاح 300، فيا خويا هذا غير الدار ديالو، وانا ناخذ انا 300 للدار عندي تبارك الله، اللهم بارك. زيت مليحه، اللهم بارك. حاجه اللي تعجب اي واحد، راه نبرعوا الاخوان بالزيت، اي واحد نبرعوا بالزيت، والحمد لله، والحمد لله الناس كتثق فينا، والحمد لله الانسان عارف الشيء اللي كاين في القلب، واخا ما كنبانش مزيان في التليفون كيبانش بزاف، غير باش نقول لك غير الحشمه وصافي. بعد دابا التليفون كتبان كتهضر مزيان بطلاقه بكل شيء، ماشي بحال كتبين الكاميرا كتبين راسك، هي كتعاونك بالنسبه للناس كيعرفوا. الله يبارك فيك، صافي سيدي اخو عبد الرحيم، تحيه لكم وكنشكركم الاخوان على الدعم ديالكم،
اي واحد اخوانكم كان بغى يبارطاجي هذا الفيديو اسرع الاخوه اللي قلت لكم اللي خليت انا وعبد الرحيم ها هي نفس الاخوان تبارك الله ها هي كما كتشوفوا باقا ما عابرينهاش يمكن هو خد 300 وانا 300 تبارك الله اللهم بارك غنشارك معكم ان شاء الله بشي فيديو نهار بغي يدي هو الدار عنده والنهار كنت الدار غنعبروها معكم وكل شيء تبارك الله وتحيه لكم اي واحد الاخوان بارطاج مع الاخوان ديالو تحيه الاخوان اي واحد مرحبا بيه اللي بغى شي حاجه مرحبا الارسال بالنسبه للتعامل مع الانسان وكل سلعه توصل للدار كتاخو عبد الرحيم تبارك الله على لي نخرج شويه للضو باش تبان السلعه الكار ديال السيد اخويا تبارك الناس كنعطيهم جودر ما بغيناهمش اخويا هاد العام باغينا على طول الدار دابا الانسان عبد الرحيم ملي كتبرعوا في الزيت وكتعطي مع الغرار كتبرعوا دابا هو كيعجبو السلعه كيقول لك قادر اخويا نديرو فيها الرومية يطلع لينا ب 50 درهم ولا 55 درهم ولا 60 درهم ونبيعو لبدا يقول لك لا المرة الجاية مابقاش يسول فيك اخويا مابقاش يسول فيك هو السيد اللي شرا من عندك يجيب لك ناس اخرين الله يحفظك وغادي ياك وجيران وكل شيء المهم الحمد لله نعطيهم كاليتي ديال الزيت بحال هذه الجو ديال بحال هذه الروح ديال الزيت هذا كاليتي تبارك اللهم بارك واي واحد راه مبرعوا الاخوان والله يسر الجميع وكنشكركم دائما على الدعم ديالكم الحمد لله المهم اللي صار معنا ان شاء الله